أنا قررت أبيع الكازينو وكل ما أملك لبيع الستين. إيه الكلام الغريب اللي أنت بتقوليه ده يا ست بديع؟ وإيه السبب يا مدام؟ ضرايب حجزت على كل حاجة، وبيبا استغلت الفرصة وجت تنقصني وخدت الكازينو. وهتروحي فين بعد كده؟ هسيب مصر. سيبي مصر ازاي؟ معقولة؟ معقولة؟ يعني بديعة مصابني ملكة المسارح اللي عملت المسرح الاستعراضي في مصر تسيب مصر؟ والله مش قادر اصدق اللي انا سامعه ده. تسيبي مصر وتروحي فين يا مدام بديعة؟ هروح لبنان بلدي، هشتغل هناك. صدقيني المسرح الاستعراضي في مصر هيخسر كتير قوي بأمان. والله انت اعظم اللي انتجوا المسرح ده في مصر. انا طلبت اجتمع بيكم انتوا التلاتة لانكم كنتم رحلة كفاحي في مصر. انا مش هنساكم ابدا، مش هنسى اني اشتغلت مع فنانين عظام زيكم. ارجوكم وصلوا سلامي لكل فنان وفنانة وقفوا جنبي، أنور وجدي وفريد الأطرش ومحمد فوزي وسامية جمال. تحية كاريوكا وعبد المطلب وسيد سليمان. للملحنين العظام فريد غصن وعزة الجهلي أحمد صبر والشيخ زكريا أحمد. كل واحد نسيه ومش جاي على بالي. سلمولي على أهل مصر كلهم، لمن غيرهم ما كنت شفت النجاح والمجد اللي عشت وسطيهم. أشوف وشك بخير يا شريف. أشوف وشك بخير يا أبو سعود. أشوف وشك بخير يا إسماعيل. مع السلامة. مع السلامة يا ملكة المسارح. أنا مش مصدق نفسي. بديعة مصابني بعد المجد ده كله تسيب مصر. الضرايب يا إسماعيل، الضرايب، وما أدراكم ما الضرايب. أنا خايف ومرعوب إن يكون مصيري زي مصير بديعة كده. خبطتين جامدين ورا بعض، موت الريحاني وسفر بديعة. أيوه، هما خبطتين جامدين فعلاً، إنما مصر ولادة. ربنا وهب أهلها الموهبة والنبوغ، وعمر الموهبة والنبوغ ما هيموتوا في مصر أبدا. مش هتقوم تغير هدومك وتنام؟ أخلص بس قراية سيناريو الفيلم اللي في إيدي ده وأقوم على طول. فيلم إيه؟ فيلم فاطمة وماريكا وراشيل، ده إنتاج محمد فوزي. وايه الافلام دي كلها؟ لسه هتقراها؟ لا قريتهم، عفريتة هانم وعقبال البكاري وليلة العيد. افلام حلوة؟ حلوة قوي. والغريبة بقى ان كل دور ليا في كل فيلم من دول بحس ان ابو السعود الابياري كاتبه مخصوص علشاني. ربنا يديك الصحة يا ابو السعود. رضعت ياسين؟ ما تخافش، انا ما بنساش اي حاجة تخص ياسين، ربنا يخليهولي.